الكلام الآن موجه للآباء وأيضا موجه للشباب، لأن البعض من الآباء يعتبر أبناءه ما زالوا صغار، حتى يعني الابن الذي وصل إلى 17 سنة ولا 15 سنة ولا 20 سنة يعتبره صغير، يقول لك بيكون صغير. صغير يعني كيف يكون صغير؟ قلت في الخطبة الماضية أن هذا أصبح مكلف بأحكام الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية عندنا فيها الإنسان يصبح مكلفا منذ سن البلوغ، ربما يصل إلى سن البلوغ وعنده 12 سنة، عنده 13 سنة، عنده 14، على حسب علامات البلوغ التي تظهر عنده. أصبح يعني مكلف، يعني أصبح مكلف بأحكام الشريعة الإسلامية، مثله مثلك بالضبط في أحكام الصلاة، في أحكام الاغتسال، في أحكام الصيام، في أحكام كذا، في أحكام كذا، أصبح مكلفا بأحكام الشريعة الإسلامية. فالشريعة الإسلامية تعلمه الرجولة منذ الصغر. وحينما ننظر حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف التاريخ، لابد أن نتعلم من التاريخ يعني حتى نغير هذه النظرة عند الكثير من الآباء، أن ينظروا إلى أبنائهم أصحاب ال 17 سنة وال 18 سنة وال 20 سنة على أنهم ما زالوا صغار. لا، يعني معظم الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا من الشباب. حينما نأتي مثلا إلى واحد من يعني من السابقين إلى الإسلام، الأرقم ابن أبي الأرقم، وأنتم تعلمون أن أول بيت فتح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة ليجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كان بيت الأرقم أو دار الأرقم. الأرقم كان عنده 16 سنة لما دخل في الإسلام وفتح بيته للنبي صلى الله عليه وسلم، 13 سنة يدعو فيها إلى الله سبحانه وتعالى حتى هاجر إلى المدينة المنورة. شوف ده يعني في عرفنا نحن نقول لك لا ده طفل صغير، ولد صغير، لا، وإنما الشريعة الإسلامية في التاريخ الإسلامي كان له قدم السبق، هو ما زال صغير عنده 16 سنة عنده وعي، دخل يعني كان من السابقين للإسلام في هذا الوقت، وفتح للنبي صلى الله عليه وسلم بيته ودعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وقابل فيه كبار الصحابة مثل أبي بكر ومثل غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير ده كان شاب صغير، لما يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة لكي يدعو فيها إلى الإسلام. هل سمعنا في مره من المرات عن غزوه تسمى مثلا بغزوه المدينه المنوره؟ لا، لان المدينه المنوره لم تفتح جهاديا او عسكريا مثلما فتحت مكه المكرمه، يعني رغم ان الاسلام نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه المكرمه، ومع ذلك لم يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بين اهله وهاجر المدينه ثم عاد وفتحها في عام 8 هجري. لكن المدينه المنوره فتحت فكريا ودعويا. يعني ايه فتحت فكريا ودعويا؟ الرسول ارسل شاب اسمه مصعب بن عمير، جعل يتحدث مع الناس في المدينة مع الأوس ومع الخزرج ومع هذا ومع ذاك عن الإسلام، عندنا نبي اسمه كذا أرسله الله سبحانه وتعالى بكذا وكذا، وبدأ يعلم الناس القرآن الكريم حتى يعني أسلم كثير من أهل المدينة وجاءوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعتي العقبة الأولى والثانية، وتعاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليه، وبالفعل هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوه وحموه وانتشر الإسلام في المدينة وأصبحت اسمها المدينة المنورة. بس في البداية كان من الذي تحدث في الإسلام في المدينة؟ مصعب، شاب صغير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نتعلم، الشباب يتعلموا من حياة مصعب بن عمير كيف يتحدث عن الإسلام في البيئة أو في البيئات الدعوية الجديدة. أنتم لكم رسالة، يعني الشباب لهم رسالة وأبائهم لابد أن يعلموهم هذا الأمر. يعني رسالة يعني يواصلوا نشر رسالة الإسلام بين غير المسلمين، وليس الهدف أن يدخل غير المسلمين في الإسلام، إن دخلوا فبها ونعمة، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى ليس عددنا قليل كمسلمين على مستوى العالم، نحن أكثر من مليار مسلم، من دخل يدخل ومن لم يدخل فخلاص، بس على الأقل كما قال الله سبحانه وتعالى نبين الأمور إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير.
فلا بد أن يتعلم الشباب من حياة مصعب بن عمير كيف يدعون الله سبحانه وتعالى في البيئات الجديدة. حتى لما هاجر جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة هو الذي تحاور مع النجاشي، وكان شاب صغير ما زال في ريعان الشباب، وهو الذي تحاور مع النجاشي ملك الحبشة، والنجاشي أسلم وأمن الصحابة على أنفسهم وعلى دينهم في الحبشة وعاشوا فيها من خلال كلامه، من خلال حواره مع النجاشي. أيضا لابد أن يتعلم الشباب أيضا من حياة جعفر بن أبي طالب وكيف يتحاور مع غير المسلمين عن الإسلام. دول من الشباب الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين نجد أيضا من الشباب الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت. زيد بن ثابت بيقول لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة كان عنده كم سنة؟ كان عنده 11 سنة. 11 سنة ده بالنسبة لنا يعني ولد ما زال في المرحلة الابتدائية، صح؟ 11 سنة. ومع ذلك لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة ودخل زيد بن ثابت في الإسلام، يعني أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن وكان يعني زيد بن ثابت كان يعني ما زال في 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 بداية شبابه، وكان عنده حب لمعرفة اللغات الموجودة في هذا الزمن، السريانية والعبرية. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم العبرية اللي هي لغة اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمنهم على كتاب، وبالفعل أتقنها زيد بن ثابت وكان المترجم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك بيطلق عليه ترجمان الرسول، يعني ترجم للرسول. لما تيجي مثلا لما يجي كتاب من كسرى ولا من قيصر ولا من النجاشي كان يجي زيد بن ثابت ويترجم للرسول صلى الله عليه وسلم. فين الشباب؟ يعني المفروض ان الشباب هم الذين يترجمون الخطبه، هم الذين يترجمون هذه الاشياء، يهتمون بهذه الامور. كان 11 سنه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجزه، يعني أراد أن يدخل مع الرسول في غزوة بدر لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغير، ولم يجزه في أحد، يقول وأجازني في الخندق، يعني لما كبر شوية. بس يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأن يتعلم شيء هو يحبه، عنده شغف فيه، فكان ترجمان النبي صلى الله عليه وسلم. ده أيضا نموذج من الايه، من النماذج لابد وأن يقتدي به شبابه. معاذ بن جبل، تعرف لما بنسمع الأسماء الصحابة نظن انهم كان عندهم 60 سنة ولا 50 سنة، اي نعم وصلوا لهذه السن، لكن لما بدخلوا في الاسلام وكانوا في بداية الدعوة وكانوا في بداية الشباب. معاذ بن جبل لما توفي كان عنده 33 سنة. معاذ بن جبل هذا كان شاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وعنده 20 سنة، وفي نفس الوقت الصحابي اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن، يعني كان سفير النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن لكي يعلمهم أحكام الدين وأمور العقيدة الإسلامية. طب بالله عليك اللي كان عنده اللي توفي عنده 28 سنة، الفترة اللي سبقت يعني الفترة التي سبقت هذه الوفاة، يعني معنى ذلك لما الرسول يرسله سفير إلى اليمن ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لأحبك بكل هذه المؤكدات، والله طيب من الرسول لا يحتاج إلى قسم، لا 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 اللام هنا لام التوكيد، احبك بكاف الخطاب للتوكيد، والله اني لا احبك. يعني كيف وصل معاذ بن جبل وهو شاب صغير لهذه المكانه في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقسم له النبي صلى الله عليه وسلم على محبته؟ اسامه بن زيد ابن زيد بن حارثه وهو الذي ذكر اباه في القران الكريم، اسم الصحابي الوحيد الذي ذكر في القران الكريم زيد بن حارثه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك ابن أسامة. أسامة كان عنده كم سنة أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الرسول صلى الله عليه وسلم ولاه على الجيش، وكان في الجيش أبو بكر وعمر، كان عنده يعني يقول المؤرخون كان عمره لا يتجاوز 20 عاما، رواية تقول كان عمره 17 سنة، يعني ما وصلش 18 سنة، ولاه قائد الجيش كان فيه أبو بكر وفيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني شوف نظرة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الشباب، لم يقل صلى الله عليه وسلم دعهم الآن في 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 أمور حتى يكبروا. لو نظرنا إلى الشباب على أنهم أطفال
سنخرج إلى المجتمع معاقين اجتماعيا، لا يتحدثون عن الإسلام، لا يتحدثون عن الدين، لأننا أبعدناهم ونظرنا إليهم على أنهم بطل. لا ينبغي أن ننظر إلى هؤلاء الغلمان، وأن ننظر إلى هؤلاء الفدية، وأن ننظر إلى هؤلاء الشباب على أنهم أطفال، وإنما لابد وأن ننظر إليهم من منظور الشريعة الإسلامية ومن منظور النبي صلى الله عليه وآله. وبعدين لما نتعمق في حياة الصحابة الأجلاء نجد أن الصحابة كانوا يورثون أمور الدين وأمور الدعوة لابنائهم. يعني مثلا لما نسمع عن عمر بن الخطاب، لما يعني عمر بن الخطاب ابنه عبد الله بن عمر، يعني معنى ذلك ان الاباء والابناء دول الصحابه. يعني حتى عمر بن الخطاب لما دخل الاسلام كان سنه صغير، هو اصلا الرسول لما بعث نبيا كان عنده 40 سنه، ابو بكر كان اصغر من الرسول 3 سنوات 37 سنه، عمر كان اصغر من ابي بكر، يعني شوف مراحل. يعني سعد بن ابي وقاص لما دخل في الاسلام كان في العشر الثاني من عمره، يعني 13 14 15 هو وزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وهؤلاء الشباب. فالمقصد انهم لما دخلوا في الاسلام كانوا في ريعان شبابهم. تخيل بقى لما عمر بن الخطاب ابن عبد الله بن عمر، سيدنا ابو بكر الصديق ابنه عبد الله بن ابي بكر، ده اللي كان بيساعد ابوه عبد الله ابن سيدنا ابو بكر الصديق، كان يساعد ابوه في الهجره الى في هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر ابن عبد الله ايضا من صحابه من ابناء الصحابه. المقصد ان التوريث الدعوي وان نتحدث مع اولادنا عن الاسلام وهذا الامور ده امر مهم، وان نربطهم ببيوت الله سبحانه وتعالى. ايضا لما ننظر في التاريخ الاسلامي، يعني الامر لم يكن قاصرا على 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 فتره النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فتره السيره، وانما مثلا لما نجد واحد مثل سيبويه العالم اللغوي المشهور، سيبويه توفي وعنده 32 سنه. قال طب الفتره اللي لما توفي عنده 32 سنه وملأ العالم نحوا وصرفا ولغه، يبقى معنى ذلك كان ده في فتره الشباب ماذا كان يفعل. ان الامام النووي عليه رحمه الله، يعني صاحب الكتاب المشهور رياض الصالحين الذي يعرفه معظمنا، ده توفي عنده 44 سنه. يعني معنى ذلك انه فتره الثلاثينات وفتره العشرينات من حياته كان عالم مشهور. محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية كان عنده 22 سنة لما فتحها. إيه ده؟ يعني لما كان قائد الجيش وقائد الفتح عنده 22 سنة، يبقى معنى ذلك الفترة اللي كان فيها عنده 15 سنة و16 و14 ده أين كان يتدرب؟ وأين وكيف ينظر إليه في هذه الفترة التي سبقت 22 سنة؟ أعرفتم الآن حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة الإسلام إلى هؤلاء الشباب وأهميتهم؟ ولذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في طاعة الله أين سيكون؟ يكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وصيتي لكم آباء وشبابا أن تعمقوا صلتكم ببيت الله سبحانه وتعالى، لأن بيت الله سبحانه وتعالى هو الذي سينشأ فيه الآباء وينشأ فيه الشباب على حب دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين: شاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادنا، كما أسأل سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.